بالمناسبة أنا طلعت لكم الـ الـ الأراضي الزراعية اللي تم العمل عليها واللي جاري التنفيذ فيها، بس بعد شوية. ليه بقى؟ اللي أنا شفته دلوقتي ده شيء مذهل ومخيف. صحيح أنا مش عارف إيه الأبليكيشن اللي هو هوج بول ولا ريوت ولا كده، بس ده معناه إنه إحنا عندنا مواطنين قلبهم جامد لدرجة الاستهتار، وأنا مش فاهم ليه، يعني إيه اللي يخليني أستهتر للدرجة دي وأضيع تحويشة عمري؟ إيه ده؟ وهتأكد برضو من الرقم، يعني هو الرقم ده جد ولا إيه؟ عمليات نصب إلكتروني واصطياد لضحايا. خلوني أخد معايا على التليفون بعد إذن حضراتكم المهندس أحمد والي، خبير أمن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات بواحدة من كبريات شركات الاتصالات. ازيك يا فندم؟ مساء الخير يا أستاذ يوسف. زي مساء حضرتك. النور، زي الأحوال؟ الحمد لله، تحياتي لحضرتك ولكل متابعينك المحترمين. ربنا يخليك يا رب، والله منورنا ومشرفنا. أنا مخضوض. هو الموضوع يخض فعلا، ان الناس تتساهل في يعني في حقوقها بهذا الشكل، فالموضوع يخض فعلا. بس يعني في بعض الطمانينه، يعني نقدر نوجه الشكر لرجال الداخليه ان هم اتحركوا بالسرعه دي وبهذه الكفاءه ان هم يقدروا يوصلوا الناس في الزمن القياسي ده، فده يثير بعض الطمانينه عند المواطنين طبعا، ان الموضوع وان البلد مش سايبه، ان البلد فيها يعني الناس بتحكمها برضو، ومش اي حد يعني هيعمل جريمه حتى لو الكترونيه وصعبه يعني هيقدر يعدي بيها بسهوله. ده أكيد، لأنه كون إن هم يتجابوا يعني بهذا الشكل ده معناه إنه أصلا أنت بتتعامل مع يعني حضرتك أدرى مني، ده عيال محترفة نصب وهاكرز وبيعرفوا زي فليتو وبتاع، فده معناه إن الداخلية عندها أشاوس بيعرفوا يجيبوا أي حد يعني، وده كويس جدا. لكن أنا هنا هرجع على السؤال، هو حجم الفلوس اللي تم النصب عليها أو اللي هم سرقوها من المصريين قد إيه يا فندم؟ هو اللي قيل لغايه دلوقتي طبعا ما عندناش كلام غير بعد التحقيقات ما هتطلع، بس اللي قيل لغايه دلوقتي ان هم حوالي 6 مليار جنيه. فطبعا الرقم مرعب، يعني لو التحقيقات اثبتت الرقم ده فهو رقم مرعب جدا فعلا. 6 مليار جنيه؟ طيب أيوة. هل في معلومه حضرتك اتدفعوا الفلوس دي بالمصري ولا اتدفعوا بالدولار او باليورو او ولا ايه؟ لا، هو طبعا انا يعني ما دخلتش على الموقع طبعا، فانا كل اللي عملته مع الموقع بعد الموقع ما اتقفل وسمعت عن القصه فابتديت يعني اتحرى عن الحقائق، لكن اعتقد ان هم مش هتفرق معاهم هيدفع بالمصري او بغير المصري، والناس بتدفع بالكريدت كارد على لا انا هقول لك ليه فرق معايا، لان انا فرق معايا هو الناس كانت محتفظه بهذا الكم من العملات الاجنبيه في بيوتها وبعد كده يحولوها على الناس، يعني هي حدوته بصراحه لازم تتفهم. طيب اشرح لي ايه هو هوج بول ده يا فندم، بيعمل ايه؟ هو الهوج بول ده منصه يعني زي تطبيق كده ظهر للناس، قال لهم يعني ادفعوا لي فلوس علشان اقدر اشتري لكم اجهزه بتعمل حاجه اسمها تعدين للعملات الالكترونيه زي البيتكوين. وعمليه التعدين دي عمليه معقده جدا، وانا اكاد اجزم ان مفيش ولا واحد من اللي شاركوا في هذه النصبايا يعني عارف يعني ايه تعدين البيتكوين. هو دخل قالوا له انت هتدفع في مثلا 1000 جنيه هيرجعوا لك 10000 جنيه في خلال شهرين، فطبعا كله جري عارف يعني ايه بيتكوين ولا عارف يعني ايه تعدين البيتكوين. انما البيتكوين ده تعدين البيتكوين عمليه معقده جدا، عايز اللي يفهمها واحد اقتصادي فاهم هندسه او مهندس فاهم اقتصاد، يعني هو الموضوع ببساطه ان انا بشتري جهاز، اي حد بيحاول ينقل بيتكوين من حد لحد، يعني انا عندي مثلا 10 بيتكوين عايز انقلهم لحضرتك. لو احنا عندنا فلوس عاديه فانا الفلوس بتاعتي هتبقى خاضعه لحسابي في البنك المركزي، فانا لما هنقل لحضرتك فلوسي مثلا ال 10 دولار دول فهتبقى تحت رقابه البنك بتاعي والبنك بتاع حضرتك وتحت رقابه البنك المركزي وهيتم توثيق هذه المعامله. البيتكوين هي مجال لنقل العملات بدون اي رقابه، بدون اي مركزيه في الرقابه. اي حد عايز ينقل فلوس من اي حته لاي حته هينقلها بدون رقابه، الرقابه جماعيه. يعني تنتشر دماءها بين يعني القبائل زي ما بيقولوا. اي جهاز يخش على الانترنت وعايز يشارك في هذه الرقابه يشارك بشرط ان هو يحل مساله حسابيه معقده جدا. اول واحد ينجح في حل هذه المساله الحسابيه المعقده اللي هي بتبقى جزء من نقل الفلوس من شخص لاخر بياخد نسبه من البيتكوينز في حسابه.
عشان احل العمليه الحسابيه المعقده دي محتاجه جهاز قوي جدا، جهاز كمبيوتر قوي جدا. الاجهزه دي بقى هي اللي بتقوم بعمليه اسمها تعدين البيتكوين. تعدين البيتكوين ده هو فك شفره المساله المعقده جدا بتاعه نقل بيانات البيتكوين دي، وهي دي اللي هوك بول دي وهمت الناس ان هي بتشتري بفلوسهم الاجهزه دي. ادوني فلوس اشتري لكم الاجهزه المعقده دي، والاجهزه دي هتعرف بمنتهى السهوله تفك الشفرات بتاعه نقل البيتكوين من الافراد وبعضها، وبالتالي هنحصل على اموال كتير جدا هقدر اديكم منها الفوائد اللي انا وعدتكم بيها. فيجي المواطن المسكين يطلع الكريدت كارد بتاعه ويعمل عمليه شراء على هوج بول. هوج بول المفروض ان هم هيشتروا له جهاز للتعدين، وكده كل سنه واحنا طيبين بخير. مظبوط مظبوط كده. هو يعني زي ما قلت حضرتك هو يعني نصب على البسطاء والغلابه، لان هم انا متاكد ان اغلب الناس ان لم يكن كلهم ما يعرفوش يعني ايه تعدين البيتكوين. هم لقوا موقع بيقول لهم هاتوا 1000 هرجعها لكم 10، طبعا الناس كلها قالت ده يعني ثراء سهل، فخد ال1000 واديني ال10 على امل سرعه الثراء كالعاده يعني. وبقى لهم قد ايه شغالين يا فندم؟ والله هو قيل من شهر اغسطس اللي فات، ده على حسب برضه ما قريت، ان هو من اغسطس اللي فات فتحوا الموقع ومن ساعتها لهم فلوس. وعاده المواقع اللي زي كده بتوحي الناس بان هم بيدون فلوس فعلا في الاول. طبعا دي بقى هنعرف من التحقيقات الداخليه، طبعا انا مش عايز اجزم، لكن ما يقال يعني ان هم يعني بياخدوا فلوس الناس الجديده يدوها الفلوس القديمه للناس القديمه علشان يعني يحولهم ان في يعني ان في مكاسب فعليه والناس شغاله فيتشجعوا فيدفعوا فلوس اكتر لغايه ما في الاخر ياخدوا فلوس وما يرجعهاش للناس. لكن طبعا ده هيتضح مع التحقيقات الداخليه، طبعا انا مش عايز اسبق الاحداث واقول كلام يعني انا مش واثق منه. يا نهار أبيض. طب هل النوع ده من النصب الإلكتروني يعني متعارف عليه في الدنيا ولا دي حاجات مستحدثة؟ هو طبعا استحدثت مع ظهور الإنترنت وظهور التداول الإلكتروني على الإنترنت، وكل يوم بتطلع جريمة بشكل جديد، ده بيسموه الفيشنج أو الاصطياد. يعني أنا بصطاد الناس، وده من نوع الاصطياد ده بيخليني أخد الفلوس من الناس طواعية. يعني في كذا نوع من الهجوم هجمات الإلكترونية. أول حاجة إن أنا أخترق جهاز حضرتك وأخد البيانات من عليه، أو أخترق حساب حضرتك وأخد البيانات عليه. أنا ساعتها أنا محتاج مجهود فني وتقني عالي جدا إن أنا أخترق، ولازم أكون راجل على مستوى تقني عالي عشان أقدر أخترق أجهزة أو بنوك أو شركات وحصل فلوس من وراها. في بقى الهندسة الاجتماعية أو اللي بيسموها السوشيال إنجينيرينج، إن أنا أخد المعلومات من الناس طواعية، زي ما اتصل بحد واقول له انا في صفك وانا هفيدك، اديني معلومات الكريدت كارد بتاعك علشان هحولك عليها فلوس، او ان انا اخد منك فلوس طوعيه زي كده. طب انا عندي سؤال، ايه انا اعرف منين انه الجهه او المنشاه او الابلكيشن او الويب سايت ده قانوني وشرعي، او انه ده ممكن يبقى نصب عشان احمي نفسي؟ هو مبدئيا انا لما باجي بدفع اي حاجه على الانترنت، لما بتظهر لي الصفحه بتاعه الدفع يقول لي دخل الكريدت كارد بتاعك، بلاقي كده في علامه قفل كده، يعني بمنتهى البساطه يعني الناس اللي ما بتفهمش يعني في الهندسه، هلاقي علامه قفل كده جنب العنوان فوق، لازم مبدئيا علامه القفل دي تكون مقفوله، ولازم تكون جنب العنوان في كلمه HTTP، لازم يكون جنبها HTTPS. بس ده خلينا نتفق انه بيضمن لي ايه؟ بيضمن لي ان انا لما ادوس سند او باي، المعلومات الكريدت كارد بتاعتي لما تذهب للجهه اللي هتحصل مني الفلوس، انا اضمن ان محدش يطلع على المعلومات دي لان هي بتذهب مشفره. فلو اي حد في السكه لقط الكلام اللي انا بعته هيلاقي الكلام مشفر، مش هيلاقي الكريدت كارد بتاعي. ماشي. لكن انا رحت طواعيه دفعت الفلوس الناس بنفسي وانا موافق، انا الامن المعلومات يقف عاجز عند هذه المرحله، يعني ما يقدرش يحمي الناس من حاجه زي كده. ازاي اعرف ان الموقع نصبايا ولا لا؟ يعني ما فيش حاجه قاعده ثابته، ولكن هي بالاحساس كده. ما فيش حد هيحط 1000 جنيه في الدنيا ترجع له 10000 جنيه في شهرين، يعني ما حصلتش. انا لو حطيت فلوس يعني اكبر شهاده يعني سمعنا عنها بتدي 20% 25%، ما فيش حد هيديني يعني 10000 جنيه. او حتى ايه البيزنس اللي انا ممكن اشتغل فيه علشان يجيب لي اكتر يعني كام ده كده 1000 هتحوله ل 10000 في شهرين، يعني 10 اضعاف في شهرين. ما كانش إيه حد يقوله يعني ما كنتش انا اشتغلت في الهندسه، ما كانش حضرتك اشتغلت مذيع، ما كناش عملنا ما كناش كانش حد غلب يعني، كان الموضوع كان كل الناس عملت كده.
فاكيد لا، لما يكون الموضوع فيه مكاسب مبالغ فيها لا طبعا لازم يكون مصدر شك ولازم نسال، والموضوع يتحول يعني من مستريح بالاموال المباشره لمستريح بالاموال الالكترونيه، يعني هو طريق نصب جديده. هل الاموال اللي تم الاستيلاء عليها دي ينفع انها تسترجع؟ لو هي اتحولت بقى، يعني لو هي يعني دخلت في حساباتهم الشخصيه بقى مع يعني مع بنوك، يعني البنك المركزي ليه السيطره عليها، فاعتقد يعني الدوله بقى هي اللي ممكن تحكم في حاجه زي كده، دي يرد عليها احد طبقا للاجراء الاقتصاديين يعني. القانوني يعني. بالظبط كده. لكن هل بقى اتحولت لحسابات بقى مثلا بره في بنوك خارجيه او حاجه، الله اعلم بقى ساعتها ممكن ايه اللي يحصل، محتاج خبير اقتصادي بقى هو اللي ممكن يفيدنا في حاجه صحيح زي كده. صحيح. انا بشكرك جدا يا فندم، كل شكر ليك المهندس احمد والي، خبير امن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات باحدى شركات الاتصالات الكبرى. انتوا عارفين انا سالت ليه المهندس احمد والي على الرقم، اذا كان ده الناس دي كانت بتدفع جنيه ولا بتدفع ازاي يعني. فواضح انه الناس بتعمل عمليه شراء بالكروت، ديبت كارد بقى كريدت كارد زي ما يطلع. طيب لو احنا افترضنا ان الرقم 6 مليار جنيه، ماشي 6 بليون اهو، ولو افترضنا ان متوسط سعر الدولار من اغسطس لحد النهارده 27 جنيه، انتوا عارفين ده يساوي كام دولار؟ يساوي 220 مليون دولار. هتيجي تقول طب هو كده يا عم يوسف الناس مش حاطه بقى الدولارات عندها في البيت، اقول لك صح مش حاططها في البيت، هو حسابه في البنك بالمصري كده. انت شايف ان الموضوع تمام؟ هو مش تمام ولا حاجه. اي عمليه شراء بتحصل، البنك اللي حضرتك مثلا انت الكريدت كارد بتاعك من بنك اسمه بنك يوسف وشركاه، يوسف تراست بنك، حلو كده، انا كبنك مطالب ان انا اوفر دولارات لمين؟ للبنك المركزي اللي هياخدها ويديها للجهة اللي انا اشتريت منها شيء ما. يطلع الشيء ما ده بقى تيشرت، يطلع الشيء ما ده عربية، صاروخ، البنك المركزي عندنا هو اللي هيورد الدولارات، فايه اللي يحصل؟ انا بقول يا جماعه انا دافع، انا حسابي بالمصري. ايوه، عمليه الشراء بانهي عمله؟ دولار، يورو، ين، يوان، زي ما يطلع بقى. فاللي هيحصل انه ايه؟ الستة مليار جنيه اللي خرجوا من حسابات مجموعه المصريين اللي تم النصب عليهم بتساوي بالمتوسط 220 مليون دولار. السؤال بقى، يا ترى هل ترى في كام بلاتفورم تاني لسه الناس مخدوعه فيه وما حصلتش بلاغات؟ خلي بالك، اصل في النهايه حاجه زي اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ هوج بول. هوج بول ده الناس بدات تبلغ، فهنا تبدا النيابه والشرطه يتحركوا. طب ولو ما حدش كان مبلغ؟ فانا اول حاجه بتيجي في بالي، يا ترى هل ترى نصبات بكام 220 مليون حصلت؟ كم نصبايه حصلت؟ هم لو اربع خمس نصبات ده مليار اخضر على الترابيزه. زي ما انت كده متصور لما بتخش على مش عارف ابلكيشن ايه ولا ويب سايت ايه وبتشتري حاجه من بره بفلوسي، لا هي انت مش فاهم برضه، هي بفلوسك بس الدوله بتطلعها بالدولار، فانت بتحملني ضغط طول الوقت. انا دايما نصيحتي للكل، نبي يا جماعه مفيش داعي حد يشتري حاجه من بره دلوقتي، بس بالراحه يعني، مش خلاص مش قادر، لازم اجيب مش عارف التيشيرت ده، لازم اجيب الجينز ده، لازم اجيب تمام، واحده